فبعد السؤال الذي أصبح يتداول بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي أي فيديو تظهر فيه ليلى روز ولكن دون كشف وجهها، ليظل السؤال مطروح وهو علامة استفهام كبيرة، لماذا دنيا باطمة تخفي ملامح وجه بنتها ليلى روز عكس ما فعلت مع بنتها الكبرى غزل الترك؟ الشيء الذي أشعل فتيل الإشاعات واستغلال بعض الأمور لتأليف قصص وحكايات عن طفلة صغيرة، خاصة وأن دنيا باطمة كانت قد وعدت جمهورها سابقا أنها ستقيم حفل أسطوري بمناسبة عيد ميلاد ابنتها ليلى روز، حيث كانت أنذاك قد نشرت ستوري على حسابها الانستغرام كتبت فيه: عيد ميلاد ليلى روز إن شاء الله سيكون أسبوع المقبل وغشوف ليلى روز يا عمري أنا ما شاء الله. هذا كان هو وعد دنيا باطمة لمتابعيها منذ أكثر من سنة، لكن عند وصول عيد ميلاد ليلى روز دنيا باطمة لم تقيم أي حفل، بل فقط قامت بحفل عادي وعائلي مع أصدقاء والمقربين، ولم توفي بوعدها لجمهورها لأسباب شخصية غير معروفة. وأجمع الكل على أن السبب سيكون هو خوفها من العين. وفي المقابل حالت ترك تجاهلت آخر عيد ميلاد شقيقتها ليلى روز ولم تعايدها كما كانت تفعل ذلك سابقا، ربما بسبب أزمة طلاق، بل أكثر من ذلك فقد ألغت متابعتها لشقيقتها ليلى روز. هذا التصرف اعتبره رواد سوشيال ميديا أنها تتبرأ من شقيقتها لأنه لا يوجد شبه بينها وبين ليلى روز، خاصة كثرت الإشاعات في هذا الموضوع، بينما اعتبر البعض الآخر أن بسبب طلاق والدها من دنيا باطمة، خاصة وأنها سابقا لم تكن تفوت فرصة المعايدة على أي مناسبة كانت.